حقيقة مهمة وحي تاي إن رمينه وإلهي سبحانه وتعالى أقدين يالنه قفكنا أور رمينه عذاب القبر عذاب القبر هو شيء غيب أو إن جمقا أنجو أمتشي دينه لكن وار رمينا إلهينا سبحانه وتعالى وإن وشيء نبينا عليه الصلاة والسلام سندي سأيؤنا وعدين وحو النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي قفكو هدود إن توحى الله بندق يا الله تصيا ما شو دقلها مركو نفط أي كبح السكيس كاس يا عندها الله قد فنها يا صباح يا قلم يشو دقنان لها إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار هدو يهي أهل الجنة وأهل الجنة مقعد سوى مقعد جنة هدو يهي أهل النار نوى مد نار مركز النبي يحرف فيقال له قفك وحى الله أرنيا هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة هل كان وماشي أفدنا يسي أدقنانا يسي إلى قيام إلهي كسو صاره هذه جنة كوتها وكو جنة هذه عذاب كوتها وكو عذاب إلى قيام كدع هل كاس لقوقيا ولذلك قفك مرك احتضار كي يجريد أي كسو حاضرته صدح أرهماته من نقونها يا إنه يهي من المقربين بشارة وين بالله بشارين يا إنه يهي كوا كهو سيا أصحاب اليمين كأ أسجنا بشارة أيو وطاع إنه يهي من المكذبين الضالين كوا بين يهي حق الله سنو هنوك كلمي أسجنا عذاب أي الله بشارين إلهي سبحانه وتعالى وحي الله يا رير فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب آيات سوحي أهل العلم يقول لشدين عذاب الحق عذاب الحق عذابك قبر يقول إنه يا هالشيء حق وثابت قرآنك يا السنة الله بضب كسوغا الإمام ابن كثير وحي لمعنه ذو آيات وحوية فإن أرواحهم في النار صباحا ومساء فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء نفتو دي أرواح ذو النار تأيا الله بندق يا صباح كست يا قلب كست إلى قيام الساعة قيامة إلى أكدعه فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار قيامة مركي الله صوت صارنا أيجي أرواح ذو دي هي جسد كودي أو إسوته أيا النار تجلى يكو كل ماي نعوذ بالله من ذلك وحي أسماء بنت أبي بكر النبي كوريس صلى الله عليه وسلم إنه النبي قيري ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال وحال إيو وحيودي إن قبور تنحذي ذا لإذن كو امتحاني وحأدق ما أما أدو فتنة المسيح الدجال وحلمت قبورها نحذي ذا امتحانها يؤتى أحدكم فيقال له قف إذن كم إذا أو قبر نقيب الله إيمانا يا مركزا وحال يقول لي يا هاي ما تعلم ما تقول في هذا الرجل ما علمك بهذا الرجل لبدا البخاري بقول ما حانين كان كل هذا هاي ما حيت هاي أقانت أقول لي هذا هاي نين كهرت هذا تاني نبي قال الله كين يا صلى الله عليه وسلم نبي يقول فأما المؤمن قفك مؤمن كها أرمي يا نبي الدنيا برتاي أرمي أرعي وهو أرنا هيا محمد رسول الله والنبي الله محمد إلهي نصدر جاءنا بالبينات والهدى آية ضعت عط يهنون أي نوليمت فأجبنا وأن أجيبني وآمنا وأن رميني واتبعنا وأن رعني ساسو أرنا هيا مرقا سأل لي اسكر صيحو اسكر راحي سو وأنا أقول إن أسأله دونت وأرنك آية قيسنتها وأنا أقول
قفكي مرتاب كاها أوشا كسنا أما منافقي نبي عليه الصلاة والسلام وحي مركل لو يدي وحي لا يهي لا أدري ما قرن أيو سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ذاتك أيان كم مغلي الشيء أرانا هيا أنونا وأسكي وحعن لوحقه يهي باقان ذات كان كم مغلي محمد أيقو أراني أنونا وكي سيدا أسا انت أسا أيان كتشوغا هل كان مركو يرى هذا أيان ليه وماذا نقيد منا آذان رمين ثم يضرب بمطرقة من حديد وحالقو قراعي الدب برعة وعذابة ضربة بين أذني لبدا نقول بالله قد نفنا يا هل كمر الله قد نفته فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا ثقلي وعند واقع يا نواق يا قيل ومغلها يعد كستو لحريرتا أي مغلى يسوع إلا إنسي يا جن يا مو يعني أنا ما مغلى إنه لكن أهل القبور كنوا مغلى يعني حيوانات كنوا مغلى يعني لكن أنا ما مغلى ضرب الله سكوبات أو هل كحباه الغب الله هي هل مر مر كي كنا عضو قيل هذا يا عباد ككبح هي وح مغلى هي عد كستو لحريرت أي مغلى ساسا لو عذابية قف كان النبي محمد آن برنين صلى الله عليه وسلم أو أن رمينين أو أن راعين وتضع حب مرهيا وحنا أركا المرد اللي يراه ولا بتنشرم يا لهاسة أو عرورتي أن يروب جينية ولا ورئيسنا هيو ولا ويدينا هي النبي عليه الصلاة والسلام أبترسي كيسة حاجة لقى صوصار حاسس كيسي المهيسي وحبك الجرمية مركا سواح اللي ويدينا يا رجع وعانسن عيار تويدا يا نادية لو عانسن وحكاسو وح أكل الدقدقة هيا سيل يابلو أكل الدقدقة نبي محمد نحبه كما يقال عليه السلام وح معناه أو مهمته أو نبي محمد عليه الصلاة والسلام وغفر ليه أو شيء كرعه ولا ماركو لكن وح يقانا عيارتو إذا أن وعده يقانا هو يدي يا أبيه لقحي أو هل كاقيي أو برشاد نبي محمد سيتشيي oo gaaladaas ciyaartoyga baray oo sidaa ku barbaariyay ilaahay subhana wa taala hortii samxay geystay ilaahay subhana wa taala hortii samxay u yaalna oo ay geystay wa arriqa tarwi qofka nabiga aan baranin alayhi salatu wa salaam is arki mayaan una shafeeci umahay wax uuna barannana ma rumayn karo wuxuu rumaynaya marku nabiga rumaynahayo horta nabiga alayhi salatu wa salaam xuquuqda uu leeyahay waa inuu yaqaan مهمة إلهي أسو صاري أو يقاننا وحا أكر رمينا وحا كدلنا يا أكر رمينا وأنو يقاننا نبي عليه الصلاة والسلام برشديسة وفرض عين قفك استواك واجب راعدي سنوى واجب إلا الرمي أو الراع أو الوين حقوق دا كوبادة وكقول لي هاي أيها كمتا أسماء بنت أبي بكر وحا أسو أتمت قبر يهودية ده markaas waxay gabadhii tiri asmaayay cadaabul qabriga allah ka badbaadi cadaabul qabri allah ka badbaadi asma cadaabul qabriga waxay aaminsaneen markaas wa aisha radiyallahu anha afwan aisha radiyallahu anha ayaa waxa u soo gashay gabadh yahuudiyada markaas ay gabadh yahuudiyada waxay ka sheekaysay cadaabul qabrigi markaas ay waxay tiri gabadh yahuudiyada ahayd أعادك الله من عذاب القبر عذاب القبر الله كابت باتي عائشة رضي الله عنها حلق أسمين فهم سنين عذاب القبر إن دعك ارتضى مسلمين إلا عذابه يهود يقال عذاب القبر أي خاص الطعام أي الله أحد نبي أتمي صلى الله عليه وسلم مركز النبي مركز أتمي له أي ويدي سيبا النبي وحي وحل أي وحيودين عذاب القبر إنه حق يا هاي سيدا أي قبر ناس يكون شيء توا حق وما ضنق عذاب القبر جوا العذاب يا ضد بدن أي العذاب يا مسلمين أي عذاب القبر جوا مرة هي أو العذاب هي مرة سي وحي تري عائشة رضي الله عنها ما لنت وحي كدم بيجي نبي عليه الصلاة والسلام صلاة ما أي صلاة ما أورنت كنن
إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. هذو صلاتك كده إلهي بوحو كما ينقلها يا عذاب القبر وحي مركا كدن بي وآي النبي مركا سألو وحيودي عذاب القبر إنه مرهيان ومديسان قار كم إذا إنه مرهيان بلو وحيود أو حقيا وحو النبي عليه الصلاة والسلام ويري هذه الأمة تبتلى في قبورها ومضى ولا امتحانيا قبور تنحل لنا لقو امتحانيا فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه هدانا كبقى هينا إسدوكتان إذي كونور وحان إلهي إذي ويدين لها وإذين بري لها إنو إذن مقشيوه عذاب القبر كأن مقلي متك أنا وأن مغلية سيد قبورها تتكلم عذابها هي إلهها إنه إذا مغشية إذا ويدين لها هدانا نكبقها هينات وحول بنت إسكدي سيد دوكتا أنت النبي جمرك ويري أبو سعيد الخضري وحول يري النبي جوا النسوق بلي وجهه النسوق بلي مركو نقص وجهه وحول يري تعوذوا بالله من عذاب النار إلهي وحى كم جنجشان نار تعذاب كده مركاسا وحى نربي نعوذ بالله من عذاب النار مر لبات بأن النبي وحي تعوذوا بالله من عذاب القبر إلهي وحا كم مغنقشان عذاب القبر مرقصا وحا نربوي نعوذ بالله من عذاب القبر ولذلك عثمان بن عفان قبري هدو دول استاغ وابويتر إلى قركي سوقي مرقصا وحا ليري الجنة يا نار تمرك لغشي كي يمن بويدين قبري مركا أرتن وابويدان مرقى سوحي النبي قال مغلي صلى الله عليه وسلم أورنا هيا إن القبر أول منازل الآخرة قبر هو قرق أغهر هي قريها آخرة وقفه دقها فإن نجا منه فما بعده أيسر منه هدو كبد باده قرق أسمركو دقه عذاب هدو كبد باده وحكت ضمبي أيا كفضو هدو عالكا قبرك أودك كبت بعده انت كدن بيسانه ويكفض الضهر وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه هدونا كبت بادن قد كاس مرك الله لقى عذاب كيسا هدونا كبت بادن وحكدن بيا كسي عرص أيا النبي عليه الصلاة والسلام مرك سوحي العثمان نبي قو وحا مغلق رانا هيا ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه ولغي ما آنان أرق منظر لأيغا أو نحدين له أو فالحن أو نحدين تآد لغا نحا هايو وحل لأيغا أو لغا نحا ولغي ما أرق إلا قبرغا أيا أغو نحدين بضا أغو نفضي عد بضا منظر لأيغا أو كحن قفل عذاب أو قبري كتش لما أجر إلهي نقب الدات النبي قوحو نوشيغ عليه الصلاة والسلام وحيري يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلت في القبر وحيكو سودكتي آيات داسي قبرك بيكها الله يسر نبي قواه الشيخ وحي قفك قبرك الله قو إمانا يا مركزا وحال لا يهي ربك واكه مركزا وحي لا يا ربي الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قفك مؤمنك ربك و الله نبي يقول هو محمد مركز إلهي وحي الله يهبو يري آيات داس أيها كهد ليس أرنكاس فذلك قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلهي بكسوا هاي جواب تصحر بإلهي وافتنا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هذه قبر أودغه أو حباله نبي يقول تودوا الاستاغوا وحي أرنشر استغفروا لأخيكم وسلوا له الثبات استغفروا لأخيكم وسلوا واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ولكن إلهي ذنب داف ويديا إنه سؤاش إلهي وافتيو إلهي كسر حقنا ويديا هذا الويدي هذا السؤال يا هذا أي سؤاش أبي لعوت وقفر مركي لا دقو ولا قد فارق ولا دمايو مركي أصلا بضم ملاقو إيمانيا امتحان كنا كبي لعوانيا مركز مركز أيها وحى صنعة إلا هو يدي الدم بداف إلهي إنه أضافه سؤاشا إلهي أفضلي سؤاشا قبرك إلهي أفضلي ما هو وحى أنت الديوان كيبوك الله صاقعته وتلقين تللي العلوين هيو
oo qishka iyo khiyaanada ku dhisan oo asal iyo raad aan diinta islaamka ku lahayn oo ilaahay waxa ku iimaanahay laba malaa'ikood dhacagaaran oo sida iyo sidaas ah wixii adduunka uga soo baxday xasuuso oo aabihiis aan loogu abtirinay hooyadiis loogu yeerahay waxaasi waa min alkhuraafaat wax jirana ma haddaad u meerisid haddaad u meerin haddaad ma taqaanaa si kasta iskugu dayd inaad waafajisid haddaan ilaahay waafajin ma waafaqayo kuwa kalaaba hadda keenay oo qubuuraha marka la dhigo waxay yiraahdeen waxaa la soo qaadayaa 7 dhagax markaasaa midiiba waxaa lagu akhrinahayaa alhaakumu takaasur markii lagu akhriyaa meydka maradaas ma taqaana karfanta ah ayaa jeebkeed loo gelinayaa halka luqunta hoosteeda loogu ridayaa qabriga la dhigahayaa su'aal bal weydiin mahay ha su'aal bal weydiin mahay oo taa hadayba ku dhamaanaysa xisaabtu ay tahay qofa ma waxa wal fasheen qofka 7 dhagax lagu akhriyaa alhaakumu takaasur diyaarsan lahaa 10 ba jeebabka loogu gurilaa loogu ridilaa waxaasi waa diin la'aan iyo khuraafo iyo bidca faaftay weey una baahan in ilaahay looga toobad keeno wax jira ma qofkaan qabriga la dhigaya waa la weydiinaya hadduu adduunka toosnaana waa toosnaanaya ilaahay waa waafajinaya yuusan aqoon luqadda carabiga hadduu rabo weligiisuusan ku hadlin ilaahay baa waafajinaya subxaana wa tacaala waxaa habboon qofka muslimka ah inuu mararka qaarkood fakero oo ku celceliyo fakerkaas oo iska soo qaada asagu inuu yahay midka la qaadayo oo janaasada inta lagu tukado la qaadayo oo godka mugdiga la dhigahayo oo ciidda lagu daboolahayo oo qaraabada iyo ahalku ay ka tagayaan oo maal uusan oolin oo wax weheela aan lahayn halkaa marka la dhigo qabrigu uu noqonayo gurigiisi ciidduna ay tahay firaashku ku seexanahay iyada ay noqonayso waxa uu la darsanay ay tahay duudaas iyo tixirigaas cunahaya uu daris uun la yahay halkaas markuu qofku xasuusto in la dhigahayo sidaasna loo dhigahayo lagana kala dareeray tasawuro meesha aad taalid bal mar waxaad ku fakartaa adoo qabriga dhex taalid oo ciiddii lagugu daboolay oo lagaa kala tegay mugdina uu kugu yahay dhinac walba ah waxa aad kula xayirina uu yahay aboorkaasi bahladaas ku cunahaya oo keli ah halkaasna ay malaa'igi kaaga soo gashay su'aalana lagu weydiinahay halkaas meeshaas iyada ay shahaado lagaama rabo mansab iyo madaxnimo aad haysayn waxba tari ma hayaan magac iyo maamuus aad qabiilkaaga ku lahayn waxba kuu tari mayso waxaasoo dhan waa kala guurteen waana kala baxdeen halkaa waxaa kuu yaalla oo keli oo ku anfacahaya oo dhinaca aad ku qabanaysaa waa camalkaagii hadduu khayr ahaa khayr hadduu shar ahaa naar ayaad mudanaysaa iyo cadaab nacuudu billahi min dalik waxaa habboon qofka muslimka ah inuu degdeg naftiisa uga gaaro oo naftiisa uu badbaadiyo uu ka badbaadiyo macaasida iyo dembiyada toobadna uu ku badbaadiyo ilaahay subxaana wa tacaala uu toobad keeno wuxuu yidhi alimaam ibnu rajab alxambali qofka hadday gee ay ku timaado da'du ay ku timaado oo ciradu ay ku timaado oo qofku ciro isku arko فهو بمنزلة الحامل التي تمت لها شهور حملها وعقوف كاسي لم يديا عرادة اسكو أركي هواني أور له أو بليه ما يسترمي فهي لا تنتظر إلا الولادة وحانا هين إنا نشسوك ميس وعاوي يهمين دم فولوي كذلك صاحب الشيب لا ينتظر إلا الموت qofka ciraystay oo ciradu ay taabatay wax aan dhimasho ahayn sugi mahay faqabiixun minhu alisraaru cala adamb waxaa kaas oo kale qabiix ku ah oo ihaano iyo dulli ku ah inuu dembiga sii wadahayo oo macaasida sii daa'imahayo isagoo ciradii ay ka soo baxday oo caawaya habeen dambe fool geeri u ah inuu dembiga iyo macaasida sii wadaa wax qofka wuxuu weeye isagoo mowdku aan kala aqoonin mid yar iyo mid weyn maalin walbanaan arkayna tarab tarab in loo dhimanahayo saaku guriga ka soo baxay isagoo caafimaad qaba ilmuhu u soo shaqaysanayay 10 ballan ayuu lahaa intaas oo qorsho ayaana ku taagnayd ayaa la leeyahay ilbihiisii galbihi galabtii la wado ama hilibkiisii lama ma aragba ama isagoo googo-ay oo cadcad loo wadaa loo keenahayo cid farxaddii cadaab waxay isku beddeshay oohin iyo boohin asaguna farxaddu ku soo baxay wuxuuba isku bedelay dhuxul iyo fahmi uu noqdo waynu arkaynaa cadaabka joogtada ah
دويدا ما أنت كدعها هي أو ترب تربتها أو ير يوين من أنك الأقون وأنا أركينا وإن كنت لقلنا إن بريتها أما عاوة أما ساعدنا أيتها وحد أدي أرسل أدي أرسل